مبروك. مبروك؟ قول مبروك. شو خير ربحت مخرطش عيدتها؟ ولك لا، البلديات. بلديات؟ ايه، واخيرا واخيرا جبران بيسيل اللي قالوا نحلي رح يطفوا بالنهار ويضووا بالليل. لا لا لا، وحياتك شو هالخبرية هاي؟ طب وبكره كيف بدهم يقوموا بالغسيل والكوي والتنظيف؟ لأي غسيل وأي كوي؟ لقالوا نحل البلديات للإنارة رح يطفوا بالنهار ويضووا بالليل. أنا سألتك هلا شو بيك دخلك؟ زعلت؟ بدك أحلى من هيك مشروع بفش الخلق؟ بفش الخلق؟ بشرفك شو؟ هيدا المشروع بفش الخلق؟ معلوم بفش الخلق. احسبها مزبوط حبيبي، إذا بتفكر فيها هيدا مشروع بلعي مش بفش الخلق. بلعي؟ إيه أكيد بلعي. كيف بلعي؟ لأنه من بعد 25 سنة سواقي على عتمة، إيه أنا حفظت لبنان جورة جورة، شارع شارع، أي شارع فيه سرقات وأي شارع ما فيه، أي شارع فيه حواجز طيارة وأي ما فيه، ليجي حضرته يلغي لي خبرة هالسنين بمشروع فشر عرابته. حبيبي أساساً حتى الجي بي أس تاعي ما بيمشي إلا على العتم. حسبها.